سعادة النائب مرام الحيصة معنا على الهاتف. بنرحب بسعادتك، صباح الخير. صباح الخير عليك أخي وعلى كل يعطيك ألف المشاركين عافية. والمستمعين في هذا الوطن. احنا قلنا بس والله والله هدفنا يعني بسيط وبدون يعني لا بلا مؤاخذة في بيتين شيء ولا شيء، هو الشعور العام بنفس النائب بضميره بعقله لما يحس بأنه هنالك في مطالبات لحل مجلس النواب. قلنا بدنا ناخذ من ضمن الآراء رأي سعادتك، تفضل يا ستي. والله يا عزيزي الآن ما يجري في الشارع الأردني هو يعني ما هو إلا تعبير على أنه المواطن الأردني ينعم بحرية التعبير عن رأيه. نعم. وما نراه حتى من مسيرات حتى لو كانت احتجاجية ما هي إلا دليل واضح أنه الحمد لله مساحة الأردني بالتعبير عن رأيه واسعة جدا. جميل. وحتى المطالبات أنا برأيي الشخصي المطالبات على كل الأصعدة وحتى لو كان فيها انتقاد هي حق مشروع وجميعنا نحترمه. وبالنسبة لنقطة المطالبة بحل المجلس، هلا أنا برأيي أنه المجلس 18 قام بدوره في أصعب المراحل اللي واجهتنا كأردنيين. وإحنا كنواب في هذه المرحلة لم نسعى إلى شعبويات، يعني لو نسعى إلى شعبويات كان ما وصلنا لهذه المرحلة من النقد اللي ما حدا منا بتمناها أكيد. إحنا ركزنا كثير على المصلحة الوطن وتحملنا تبعات كثيرة والشعب الأردني تحمل تبعات هذه المرحلة كمان. والآن إحنا أمامنا شيء واحد بس هو الالتفاف حول قيادتنا. جميل. وعدم السماح لقلة من المتزاودين أنهم يعبثوا باستقرارنا من أجل وضع مؤقت كلنا عارفين أننا رح نتجاوز إن شاء الله يا ربي أنه يكون مؤقت وزائل. ويعني إحنا بحكي دائما من العناصر اللي ربنا خلقها في الدنيا كلها أنه في عناصر كل ما زاد الطرق كل ما زادت صلابة، وإحنا الحمد لله رب العالمين كل ما زادت الضغوط يعني نزداد تماسكا والتفافا حول راية. ولكن 100% ولكن حضرتك بتقولي حققتوا. احنا في عنا الان الوضع اللي احنا فيه، احنا اسرة واحدة. طيب. وعنا قائد وعنا رب لهذه الاسرة عم بحثنا على التماسك وعلى الاعتماد على الذات. والشعب الاردني مميز بانه شريك في بكل المراحل اللي مرت فيها المملكة في عملية الاصلاح الاقتصادي والسياسي، فطبيعي جدا بده يكون في تبعات لظروف الآن وكلهم منزعجين منها. يعني تعبير عن الرأي، لكن بالنهاية في تفهم للوضع. وبالنسبة لديمومة المجلس أو حل المجلس أو المطالبات بحل المجلس، طبعا إحنا كلنا على وعي بأن بالنهاية إحنا جنود في هذا الوضع. والديمومة المجلس مرتبطة بالدرجة الأولى مرام الحيصة ستنصاع لمصلحة الوطن إذا ما تطلب ذلك حل المجلس. 100% وفي مصلحة للوطن مرام الحيصة مع. طبعا لأنه بالدرجة الأولى هو انصياع لمتطلبات المرحلة وما يراه سيد البلاد مناسب للظروف الداخلية والخارجية. بارك الله بك، كل الشكر سعادة النائب مرام الحيصة، تحياتنا. شكرا لك. شكرا كثير لك. شكرا.